الماء. طيب بتقول أول علم. درس في الوحدة التاسعة خدناه، ده اللي بدأنا بيه الدرس ده في الوحدة التاسعة، مش داخلة في الاختبار. إزاي أضرب كسر اعتيادي في عدد صحيح؟ يعني أنا لو عندي كسر 2 على 3، إزاي أضربه في عدد صحيح مثلا زي الاتنين؟ مش عايزة أقولها. اتفقنا مع بعض، ثواني، اتفقنا مع بعض إن أنا بحط المقام واحد، بعتبر إن كأني في المقام واحد، وأضرب 2 في 2 ب4 و3 في 1 ب3. طيب يا مس، بس ده كسر غير فعلي، وانت علمتيني لما نلاقي كسر غير فعلي لازم احوله. احوله لايه؟ لعدد كسري، عدد وكسر. ازاي؟ المقام اول حاجة بينزل زي ما هو، وابدا اسأل نفسي 3 في كام يديني 4؟ انا حافظة جدول 3، او لو مش حافظها اكتبه على جنب، 3 في 1 ب3 و3 في 2 يبقى 6، والمفروض لازم نحفظ الجدول. طيب اوريدي انا مش هينفع يا مس اخد الستة، يبقى انا هاخد 3 في 1 ب3، واعد من بعد الثلاثة لحد ما اوصل للأربعة، ما عدتش غير على صباعي وصباع واحد بس، يبقى 1 و3. طيب طيب تاني، لو انا خدت سؤال مثلا، وعليكم السلام، 2 على 3 ضرب 3 على 5. والله المس مفهماني طريقة حلوة، المس قالت لي بدل ما تضربي على طول وترجعي تختصري، لو لقيتي حاجة ينفع تروح من فوق مع تحت مشيهم مع بعض قبل ما تضربي. ازاي؟ لو خدتي بالك ان في 3 فوق وفي 3 تحت، والله انا همشيهم واقول الثلاثة اللي فوق هتمشي مع الثلاثة اللي تحت. تمشي يعني ايه؟ يعني كأني قسمت عليها، كأني قسمت 3 على 3 فيها الواحد و3 على 3 فيها الواحد، ما عملتش حاجة. طيب وبعد كده؟ كده انا اتبقى لي فوق في البسط 2 في 1 ب2، واتبقى لي في المقام 5 في 1 ب5. خلصت. طب حد تاني كان هيقول يا مس ده انا كنت هضرب الاول وبعد كده اختصر، وانا حلي كده غلط؟ لا، حلك مش غلط، بس انت بتعقد نفسك، بتصعبها على نفسك، وانا عايزه الدنيا تبقى سهله. يعني انت هتقول لي يا مس هضرب 2 في 3 ب6، وهضرب 3 في 5 ب15. طب ما يا حبيبي انت لو سبتها كده هتنقص، ما انت لازم تبسطها. طب نبسطها ازاي؟ هترجع تقول لي هما الاتنين موجودين في جدول 3، فهقسم هنا على 3 وهقسم هنا على 3، يبقى 6 على 3 فيها الاتنين و15 على 3 فيها الخمسة. يعني طلعت اهي مثل زي ما انت طلعتيها 2 على 5 بس اسهل، مش هتضطر تقعد تدور انت هتقسم على كام. سؤال تاني، ما لو اديتك وقلت لك 9 على 5 ضرب وعليكم السلام ضرب 15 على 3. طيب هي المس برضو قالت لي اختصر، فأنا عارفة إن 9 اللي هي 3 في 3 ب9، فكده 3 واحدة هتمشي مع 3 واحدة. طب ما انا برضو عارفه ان في جدول 15 5 في 3 ب 15، ده انا شاطره وحافظه الجدول، يبقى الخمسه هتمشي مع الخمسه. طب يا مس دي فوق 3 مع 3 تمشي؟ لا غلط، اللي فوق ما بيمشوش مع بعض، اما اللي فوق بيتضربوا في بعض، 3 في 3 ب9. طب وتحت كده يا مس ما تبقاليش حاجه؟ لا، ما تحت خلاص دي 1 فيها الواحد، ما انت قسمت 3 على 3 بواحد و5 على 5 بواحد. طب ما افرض يا مس لا انا عايزه احط 1 تحت، ما هي 9 على 1 هي 9، هتفرق الواحد في المقام؟ الواحد بيفرق في البسط فقط لكن في المقام لا. سؤال تاني، لو انا قلت 25 على 9 ضرب 3 على 5، ماله على يا مس انا مش عارف انا قلت لك كده ولا لا، بس انا قفلت جميع المواد في اخر في نص السنه. بصي يا حلوين،
احنا حافظين الجدول وعارفين ان 2 في 4 ب 8، دي فيها 4 على 4 فيها الواحد على 4 فيها الواحد، خلاص مش طيب. ال 49 كلنا عارفين انها 7 في 7 ب 49، على 7 فيها الواحد على 7 فيها الواحد، يعني انا كده في المقام ما فضلش غير واحد في واحد بواحد. طب وفي البسط فوق ما فضلش غير 2 في يمس ممكن 7 تبقى يبقى 14. يمس ايه مس مش انت بيضربوا في بعض، واللي تحت برضه بيضربوا في بعض، لكن واحد فوق مس وواحد تحت ينفع اضربهم؟ لا هم مقسومين. مس مس مش مس ممكن واحدة كمان؟ مسألة تانية، اللي عنده سؤال ممكن يرفع ايديه عشان يبقى ملتزمين كده ومنظمين، عشان في كذا حد عايز يتكلم. طب مين اللي هيتكلم؟ قولي يا جايدة عايزة ايه؟ اتفضلي. انا حليتها 49 7 7 والثمانية 4 2، الأربعة هتروح مع الأربعة والسبعة هتروح مع السبعة، يفضل 2 و7. طيب ماشي، مش هو ده ضرب؟ يبقى 2 في 7 ب 14، وتحت برضو ضرب، 1 في 1 بواحد يبقى 14 على 1 هي 14. سؤال تاني، يلا سؤال تاني. يا مس نعم والاختبار هيكون جوه الحصة ولا هيبعتوا لينك الاختبار واحنا نخش من غير ما نطلع تاني؟ هتشوف هتشوف ان شاء الله. نشوف بقى 2، ناخد ارقام تانية، 16 على 9 ضرب 3 على الـ4، سوري خليني اجيبه تاني. يلا عمر يا ريحانة، بنحل ولا بنتكلم؟ مثلا خلصت، ينفع لي الإجابة؟ مثلا ماشي، انا طلعت الإجابة هو طلعت صح. ايه؟ واحد طلعت وواحد، تلاتة على، طلعت واحد وواحد على التلاتة، بعض. قولي يا رب. طلعت كمية أربعة على التلاتة، ماشي يا رب. بس طلعت معايا واحد واحد على التلاتة. لأنه أنا بصيت الأربعة على التلاتة وخليتها واحد واحد على التلاتة. انتوا الثلاثة ممتازين. بصوا هما عملوا ايه، الثلاثة شطار ما شاء الله عليهم. التسعة دي ثلاثة في ثلاثة، الثلاثة هتروح مع الثلاثة، ثلاثة على الثلاثة فيها الواحد على الثلاثة فيها الواحد. الستاشر دي أربعة في أربعة، فعلى الأربعة فيها الواحد على الأربعة فيها الواحد، كده اتبقى فوق ايه؟ أربعة في واحد بأربعة، اتبقى تحت ايه؟ ثلاثة في واحد بتلاتة. ففي ناس ثابتة رؤى 3 4 على 3، بس ده كسر غير فعلي. أنا شاطر وأنا عارفة إنك شطورة، كمليها. يبقى 3 في 1 ب 3 ويتبقى لنا 1 فوق. ناخد سؤال أنا تاني؟ سؤال يلا. تاني. أيوة يا ميس، بس السؤال ده أنا اللي هحله الأول. بتاع المربع ده يا ميس حلو، عملتيه أصل ازاي؟ يا بنت ده عدد كسري، 3 و1 على 4 ازاي اضربه في 2؟ ايه ده؟ مثلا عارفاها، مثلا عارفاها، هنعمل ايه؟ مثلا اضرب عارفاها ايده برضه. برجل وادي مع راسه عليه، يعني انا لازم احول في الضرب العدد الصحيح والكسره، احوله الكسره اعتيادي. ف3 في 4 ب 12، واجمع ال 12 واحد يبقى 13، والمقام بينزل زي ما هو، واضرب بس كده. بس كده هعتبر ان في المقام هنا في واحد. وانا المس عرفتني ان انا ينفع اختصر قبل الضرب، فالاربعة دي 2 في 2، فالاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الواحد، يعني كده ما فاضليش غير 2 واحدة بس تحت، 2 في 1 ب 2، وفوق 13 في 1 ب 13،
طيب في الجدول انا حافظه الجدول 2 في 6 ب 12، وهيتبقى لي 1 يبقى 13. طيب مش انا هكتب بدينا ايه؟ انا لسه يا مس مش فاهمه، انا هاخد واحده تانية وثالثه ورابعه وخمسه. بس انا فهمتها. ماشي، احنا هناخد كذا واحده لحد ما نتقن. وراح فين؟ ممكن نجيب تديها كارت مسألة. الكتاب بتاعنا. طب مش ممكن حضرتك تديها مسألة دي نحلها، واللي ما يعرفش يحلها حضرتك تحطي مسألة تانية، واللي يعرف احنا ناخد بقى، ناخد الكتاب. حاضر، ثواني اكتبها. ماشي، واسيبكم دقيقة تفكروا قبل ما احلها. حاضر. يبقى الدرس بتاعنا ضرب كسر اعتيادي في عدد كسري. ماشي. كم مسألة بقى؟ ماشي، وانا قلت يا بنت كذا طريقه للحل، وانا لازم احل بالطريقه اللي يقولها لي. قلت لك في الامتحان مش هيجي يطلب منك طريقه بعينها ويقول لك حل بيه، لا، بس انا هديك فكره عن الطرق التانية. مش عايزين ناخد فكرة، مش عايزين. لا، في فكرة لازم أقول لك عليها لأنها ممكن تيجي في اختر، بس هي فكرة واحدة. طيب لازم تحولي الأول العدد الكسري لعدد الكسري لكسر غير فعلي، وبعد كده تضربه بسط بسط ومقام في مقام. يلا. طيب مش هو دي ممكن نحلها بالطريقة اللي حضرتك قلت لنا عليها؟ ما هي لازم تحوليه الأول، لازم تضربي الثلاثة في أربعة، لازم تحولي من عدد كسري لكسر غير فعلي، ما ينفعش يتضرب هو بالشكل ده. في الجمع ينفع يتجمع، في الطرح ينفع يطرح، لكن هنا ما بينفعش، لازم تحوليه في الضرب، لازم يتحول. حد طلعها؟ هي أنا ما فيهاش عندي اختصارات. طلعت 13 معاكي ايه رأيك؟ 13 على 16. صح، شاطرة يا رؤى. هي فعلا زي ما رؤى قالت، ما فيهاش اختصارات، هتطلع 13 على 16. ازاي؟ 3 في 4 ب 12، نجمع 12 فوق مع الواحد اللي فوق ده يبقى 13، والمقام ينزل زي ما هو. والمس قالت لي لو في اختصار اختصري، ما فيش اضربي على طول. هو هنا في اختصار؟ ينفع اشيل الاربعة؟ ينفع اشيل الاربعة دي مع الاربعة دي؟ الكلام ده صح يا عمر؟ الكلام ده صح يا جميلة؟ كلام صح؟ غلط طبعا، غلط. غلط طبعا، زي ما جايداء بتقول، لان هما الاتنين موجودين مع بعض في نفس المقام. ما ينفعش، المس مفهمان ان البسط يتشال مع المقام بس، لكن هنا ما ينفعش، ما فوق ينفعش المقام مع يتحل بعض. بجمع المقام، بس عادي البسط مع المقام. صح كده، 13 في 1 ب 13، و4 في 4 ب 16. المسألة تاخدوا سؤال؟ إيكوال 13 على نعم يا مس. يلا سؤال. 16. ستاشر. ممكن تاني؟ سؤال تاني. يا مس، طب ممكن تشرحيها تاني؟ بس لحظة ما لحظة، هو بالله نفس عليك، مش السؤال. هو نفس السؤال، لو ما فهمتيش السؤال ده عيدها تاني. ماشي يا جدع، ماشي. هو نفسه، هو 3 و2 على 5. مش عارفة هي كانت كده ولا كانت مختلفة. 3 و2 على 5 دي 2 و5 و3 أرباع. ماشي، 2 و5 و3 أرباع، 2 و5 ضرب 3 أرباع، 3 و4. اضرب ايده في رجله واجمع راسه عليه. في اختصار؟ لا، مش هتلاقوا هنا في اختصار، هتضرب البسط ببسط ومقام في مقام. مش عادي احلها بس على البورد عشان قلم حلها يتكسر. عندك وقولي لنادك، حلها عندك وقولي لنادك. قلم يتكسر.
لسه انا جبت الناتج. مس نعم، طلع جبت بكام يا الناتج رب؟ جبت كام يا رب؟ 1 و13 على 20. ماشي، كمان جبت الناتج. وبنينا ماشي، قول يا شباك دار، قول يا دار. وتمرين الضرب كان 1 و13 على 20، 1 و13 على 20. ماشي، هاي يا جوري. اه، مين جاب النادي التاني غير رؤى ودان؟ ثواني مين جاب النادي؟ يمس المسائل مس ينفع 31. تيجي مسألة زي دي كده؟ مسألة يا يا عمر، انا عايزاك تحل وبطل كلام كتير، عايزاك تحل. فين عمر؟ المسائل دي ساعات بتلخبط. اضرب ايده في رجله. 2 في 5 ب10، واجمع راسه عليه. 10 و1 11، والمقام بينزل زي ما هو. في اختصار؟ مفيش اختصار. اضرب البسط في البسط، والمقام في المقام. 3 في 11 ب33، 4 في 5 ب20. قالوا نحولها الأول عشان ده كسر غير فعلي. 20 في 1 ب20، ويتبقى لي فوق كام؟ 13. عرفوا ازاي؟ طرحت ال 33 ناقصة ال 20، عطيتها أنا بس 13. هو الواحد دي تبقى تعتبر 10 من ال 33 ولا الواحد تعتبر ايه؟ كم مسألة تانية؟ مس عادي الواحد كان بس حضرتك تحليه. لا من الله مع حضرتك قصدي أول مسألة تانية أنا اللي أحلها مش أنتوا؟ نحلها معاك، نحلها يعني أنا عايزة أحلها مع حضرتك. طب يلا نطلع. تمام، طلعي لي مسألة. يلا كله يطلع، كله يطلع الكتاب. يلا يا واتساب حبيبي، صفحة 71، 71. يلا هو يا عايز مسألة. ايه ده يا مس؟ ايه الاقواس اللي هو حاططها دي؟ طريقة اسمها طريقة التوزيع، دي اسمها خاصية التوزيع. طيب، هو انا لازم يا مس احل بخاصية التوزيع دي؟ لا مش لازم. هو في الامتحان بيجي لي اجباري ويقول لي وزعي واضربي واعملي الكلام ده؟ لا، لا احنا بيجي بيقول لك اضرب على طول، الناتج يطلع كام؟ هو ده الحل. تمام، شفت الواد الهند الخر اللي شعره طيب نبص. هو هنا عامل فيه اسمه طريقة التوزيع، عاملها ازاي؟ بص يا حلوين، ال3 على 4 في ال2 و5 دول قسمها، خلى ال2 لوحدها ب2 وال5 خلاها ب5 زي ما هي. يبقى بيعمل ايه؟ بيقسمهم، بيفرقهم عن بعض، بيخلي ال2 لوحدها وال5 لوحده، وبعد كده يرجع يضربها دي في دي، وبعد كده يضربها في دي. يعني ايه تاني؟ تاني بطريقة بسيطة هفهمك خاصية التوزيع، بس احنا مش هنحل بيها. لما انا اقول لك اضربي 3 في 2 و5، ايه يا مس؟ ما انت صح، بنضرب ايده في رجله ونجمع راسه عليه، ونضرب بسط في بسط، ومقام في مقام، سهلة وطريقة بسيطة. لا، قال لك لازم يبقى في طريقة تانية. ايه الطريقة التانية؟ هنفتح قوس، الاتنين هنقسمها لوحدها مع الخمس، كل واحد منه لوحده، هفرقهم عن بعض. الاتنين بقت لوحدها الزائد الخمس، ما هي 2 و5 هي هي 2 زائد 5. طب وبعدين؟ افتح قوسين تانيين وبينهم علامة زائد، القوسين دول اكتب فيهم ايه؟ هاخد ال3 في 2، زي ما خدت ال3 في 2 هاخد التلاتة مع الخمس. يبقى انا اسمه بوزع. اه، انا فعلا كده وزعت. ازاي؟ ما انا وزعت الضرب على الجمع، يعني خدت التلاتة مرة مع الاتنين ووزعتها وحطيتها كمان مع الخمس. 3 في 2 ب6، وتلاتة في خمس، 3 في 1 ب3، وخمسة في 1 ب5. ما المس عرفتني، لما بنجمع 6 زائد 3 على 5 هي هي 6 و3 على 5. دي اسمها طريقة التوزيع، بنوزع. مس نعم، انا كنت في مدرسة سعودي كانوا بيقولوها ايه، كانوا بيقولوا مثلا التلاتة في 2 على 5، في 2 1 على 5 دي كانوا واقفين مع بعض ومبسوطين. مرة واحدة قامت الاتنين والواحد على 5 راحوا رايحين حاطين بينهم ايوه واحدة وبعدوا عن التلاتة.
فقامت التلاتة زعلانة، قامت رايحة جاية ضربة الاتنين وضربت الواحد على الخمسة. دي قصة جميلة والله. ماشي عسل. طيب يعني أنا هنا أعمل إيه؟ يعني النص والواحد دول المفروض هقسمه أهو. طب وبعدين الأربعة السبعة دي مرة هضربها في النص ومرة هضربها في الواحد، هي دي الخاصية اللي المفروض نعملها. تاني الاتنين والخمسة دول أنا هقسمه، يعني التلت ده مرة أحط التلت هنا وأحط التلت هنا وأروح موزعة الاتنين هنا وأدي الخمسة هنا بس كده. وبعدين اضرب عادي دول في بعض واضرب دول في بعض واجمعهم في الآخر. احنا مش هنحل بيها يا بنات، يا عمر وعمار مش هنحل بيها. تعالوا هنا بطريقتنا، هنحل بطريقتنا بقى. ايه طريقتنا؟ هنحول الأول العدد الكسري لكسر غير فعلي، اضرب ايده في رجله واجمع راسه عليه. 3 في 3 6 ب 6 12 18 18 18 18 زائد 4 بعد ال 18 19 19 20 21 22 21 22. طب والمقام نعمل فيه ايه يا مس؟ يس نثبت زي ما هو. اضرب بقى في اختصار الاول. في طبعا ازاي؟ ما احنا حافظين الجدول. هي مش 11 في 2 ب 22 11 صح؟ والستة دي 2 في 3 2 في صح؟ 3 يا مس استني، هو انا 2 ينفع تروح عشان مع الاثنين فيجينا 11 على الثلاثة على الثلاثة ينفع اخلي الاربعة 2 في 2 وينفع غير الاربعه دي؟ هي كده كده 2 واحده من فوق هتمشي مع 2 واحده من تحت. كده فضل لك فوق مفيش غير مين؟ 11 في 1 ب 11، وتحت 3 في 4 ب 12 بس، يبقى الناتج 11 على 12. طب يا مس ممكن كنت تعمليها بطريقة التوزيع؟ كنت هقول لك لا خلاص 3 يا مس مش عاجبك. ملاش توزيع. ماشي، حد عايز اوكي التوزيع؟ افهمه التوزيع تاني؟ يا مس يا مس عادي انا احل بقى. يلا نبدأ بعمار. يلا يا عمار بقى، ما عمار عملتش حاجه الأول. انا معلش نختلف نختلف، مش كل مرة عمار. نبدأ عمار، يلا يا عمار. ايه اخيرا ماشي نلف خمسة يلا بعشرة ايوه اجمع راسه عليه. 10 زائد 2 12 شاطر. المقام5 يلا اضرب بقى. ينفع تختصر قبل الضرب؟ في اختصار ها. في ال 12 اتنين دي في كام في خمسة كام؟ ال 12 كام في كام؟ اتنين في لا يا خمسة وش لا اتنين في 2 في 5 6 ب 12؟ اتنين في كنت 6 عارفها 2 في 5 ب 10، اتنين في 6 بس لو على فكرة كتبتها 2 في 6 ولا في 6 تحت ولا في 2 تحت، لا دور لك على حاجة غيرها. طيب بدل 2 في 6 3 في 3 في 4 دي بقى تنفع عشان انت معاك 3 تحت صح كده؟ يبقى الثلاثة هتروح مع الثلاثة، يفضل لك طبعا بس 2 على أربعة. 5 يلا اضرب بقى، اضرب اللي فوق مع بعض. بقوا ثمانية 2 اتنين في أربعة ثمانية وخمسة في 1 ب 5. طيب 8 على 5 ده كسر ايه؟ 8 على 5 ده كسر ايه؟ لسه ما خلصتش يا عمار. كسر غير حقيقي او كسر غير فعلي لازم احوله. ها 5 في 1 ب 5 ويتبقى لك 5 في 1 ب5 ويتبقى لي بقى 7 احنا عايزين 8، يتبقى لك 7 ازاي؟ 7 لا لحظة يعني اعمل ايه بالظبط؟ هطلع 5 من التمانية ايوه اوكي 5 3 بس كده، لان 1 في 5 ب 5 بعد الخمسة 6 7 8، فاضل لي 3 عشان اوصل للثمانية. طب اللي عايزة بعدها يا كيف؟ عمر، لا لا اللي بعدها يا عمر، لحظة يلا يا بس عمر اضرب ايده في رجله واجمع راسه عليه بسرعة. طيب كده على 8 مش هي وتحتها ليه 3 على 5؟ كان ايده فين؟ كان ايده الخير كانت 8 على 5 يا قلبي، مش 1 في 5 في 5 يبقى لنا 3 بس.
يا مس مش هادي بس اعدها لك، اعدها لك من الاول يا رؤى، كمان. اعدها لك، ايوه. لا لا ينفع اعدها لك ولا خلاص؟ لا خلاص ماشي يا جميل، يلا يا كده. عمر. بعد ما ضربتهم كنت جمعتهم. ماشي، خلي بالك، يلا يا عمر بسرعة، بس يلا يا ابني، 3 في 5 ب 15، 15 و2، اسرع 15 15 17 اضرب، يلا، 7 6 مفيش اختصار. 17 17 شاطر، و5 في 8، 5 في 8 40. بس كده، شكرا يا عمر. يلا يا زيدان، دال ما بصتش. ايوه اضرب ايده في رجله واجمع راسه عليه. تمام. هنضرب الواحد في الستة بستة، والستة نجمع عليها خمسة بقت 11. 11 على الستة المقام ينزل زي ما هو، والواحد على الاتنين تنزل زي ما هي. هنضرب بقى ستة ثواني. 11 مفيش اختصار، مفيش حاجة في جدول 11 تديكي 11، مفيش اختصار. 11 أول. أيوة شاطرة، عسل، الله على ال 11 الأولي دي، سكر، شاطرة يا رب. يلا شاطرة يا زيدان، اضرب.